حياك حياك سعدون. الله يحييك. بسم الله. انا اختي ناديه مره ثانيه، اذا عندك غرض وجايه ما يحتاج انت تشيلين، انت بس دقي لي بالهورن 3 مرات وانا اجيك ركض. ان شاء الله ما تقصر. رحمة لوالديك. ما تقصر. يلا تأمرون شيء. شكرا شكرا. في مال. رايتك بين. ما تقصر. الحين شنو بناتي الحلوات يقومون يحضرون معاي الاغراض نحطهم بالمطبخ. مو بس ترى شوي بنلعب لي. لا يا ماما، اصلا اللي تساعد امها لها اجر من رب العالمين كبير. يما ليش ما عندنا خدامه؟ من سافرت سالي جبنا خدم بداله. سالي مسكينة الحين عندها ظروف، إن شاء الله تخلص ظروفها وتجينا. يلا قوموا قوموا عشان تساعدوني. يلا حبايبي. يلا ماما. شيلي هذا يما، مو ثقيل هذا. هذا يلا يلا عفية على بنياتي. تعالوا. وهذه قاعدة وقعدنا. شنو السالفة المهمة اللي كنتي تبين تقولينها لي؟ ماكو يما، كنت قاعدة أفكر بيني وبين نفسي، ليش ما تعزمين بسام على يوم على العشاء عندنا ونشوفه أنا وأبوك؟ صدق يما، يعني عادي إيه عندنا البيت؟ يما عادي ليش لا؟ بصراحة ودي نقعد أنا وأبوك ونتعرف عليه أكثر ويتعرف علينا ونشوفه، يعني نشوف مايته. بس يما أنا أكلم بسام وأشوف متى يناسبه. حبيبتي حبيبتي. إي والله إي والله، خلنا نطمن عليك أكثر. ليش يما، يعني انتي مو مطمنة؟ لا يما بلا مطمنة، بس يعني نشوفه ونطمن أكثر يما، عادي ما فيها شيء. أوكي أكلم بسام الحين. يلا حبيبتي. بسام، أمي عزمتك على العشاء عندنا بالبيت، شوف متى يناسبك ورد لي خبر. إذا أعطاك خبر بلغيني. إن شاء الله. بسام، أمي عزمتك على العشاء عندنا بالبيت، شوف متى يناسبك ورد لي خبر. والله ما قصرت خالتي، زين فكرت انها تعزمني. انزين ايش رايك تتعشى عندكم يوم الخميس؟ انت شوفي كلميها وردي لي خبر. يلا. فيصل خلاص عادي، سلم قلبك. قلت لك انا يا حبيبي يا بعد قلبي، يا يما ما تنفعني اكمخه، ما تفهم شيء، مو معقوله كذي تعلون قلبي. يما شلون ما تفهم؟ انت صبرتي عليها يما، ثلاثة تعلم بس. يا حبيبي لو في خير ما عاف الطير. شنو يعني يما؟ فيصل لا تسوي لي شنو يعني ما شنو يعني، مو كل شيء قاعد انا افهمك. يسلم عمرك، روح جيب لي واحده ثانيه ردوها مثل ما جبتها. رد. من وين اجيب يما؟ مكاتب الخدم الحين فاضي ما في احد. يا فيصل لا تعل قلبي، ترى انا بروحي تعبانه بنام، راسي يعورني. يما يعني هيك شغله ادور خدم انا اخر عمري؟ يلا يلا يما، يلا 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 حبيبي، يلا يلا يلا. تفهم التعايزون، حتى الخدام قاموا يتطاولون علينا. اي طبعا طبعا تطاولون علي، لو شايفين في اكو ريال بظهري سند لي ما تطاولت علي. الخدم قاموا يتطاولون علي، لأن مو شايفين في أكو ريال بظهري، ريال سندي. إيه اللي باقتني باقت ذهبي،
واللي باقت أقراض بيتي من يوم ما مشيت عن البيت يا إبراهيم، وإحنا متأذين. حتى الدبلة ما عادت مقاسي. يلا مو مشكلة، ما تنفعني الحين. عساك ما تهنى يا إبراهيم مع غيري، عساك ما تهنى. يما راح تينين ترى انتي، راح تينين رسمي 24 ساعة مجاب لها الموسيقى ومجاب لها المنظرة. لا تينين بعدين ليش ما تساعديني؟ خواتك الصغار يساعدوني وانتي قاعدة خامرة بالدار. يا يما ما يصير. يما انتو بتحطون اغراض الجمعية وبعدين بتسوون العشاء، وانتي تدرين انا بالليل ما اتعشى لان ما ابي انتن. يا سلام، هذا عذر يعني؟ طلي علي جامليني، قولي يما محتاجه شيء. انت المفروض وحده بعمرك الحين متعلمه شلون تعدل لها القمه، شلون تساعدني، شلون تتعلمين حتى الطباخ. يما فرضي صار فيني شيء، انا من عندي غيرك. يما خلاص ان شاء الله من باكر راح اصير قدوه. لا تدرين هذا باكر انا من متى سامعته؟ من 5 اشهر قبل، كل يوم تقولي لي من باكر، بعرف باكر هذا متى يجي. يا ربي باكر الصج يا رب. Thank you.
أمول أمال قومي قاعدي بكلمك. شنو؟ اليوم أبي أعزمك على الغداء، إيش قلتي؟ أوكي عصام. عصام أمي اليوم قايلة بتاخذه عقب المدرسة، بتطلع مو عادتها تشتري الألعاب وكذي. راح أطرش لك اللوكيشن تين وأطرش لك الوقت، مو تأخرين، عندي اجتماع مهم. أمال أحبك. إيش قلت؟ إيش قلت؟ قلت أحبك. شو أول مرة قلت أحبك؟ وأنا بعد. يلا يلا شنو؟ يلا روح الدوام عشان ما تأخر. زين ديري بالك. انت بعد. صباح الخير. صباح النور. أنا أنا أنت اللي مبخرة المكتب؟ إيه أنا بخرت ورتبت، وتدري لازم بالفترة وفترة رتب الأوراق، بس لو تبيني أسوي كذي كل يوم ما عندي مشكلة. لا شكراً، ممكن مرة ثانية ما حد يجيسها الأوراق، لأن هذه أوراق مهمة ومو المفروض أحد يجيسها غيري أنا. فواز أنا مو قصدي. عفواً، أنا اسمي أستاذ فواز، مو علشان عزمتك على الغداء تطيح الميانة وياي. ماشي، تفضلي على مكتبك الحين. الظاهر إنه أنا تخطيت حدودي معك. على إذنك. زحمة زحمة وأنا جاية خنقة خنقة. زين إني لحقت على البصمة، ولا كان راح علي اليوم كله. الله ستر. عاد بالعكس أنا اليوم أموري وايد طيبة، الشوارع فاضية ولا كنا في دوامات، قاعد أسوق على الراحة، مشق الفيروز وحاط قهوة، مصدق روحي. يا حظك. بس أنا ليش وصلت بناتي دار مدار مدرستهم يمكن ثلاث أربع مدارس، زحمة زحمة غصب الدشة والطلعة. أنا مسجلتهم بباص. إيه؟ بس هو يفتر فيهم مساكيني على ما يوصلون المدرسة ولا دايخين. إيه لا وبهالحر بعد. عاد أنا كلش لا، سايق وديه وسايق يجيبهم، ما أمن بالباص كلش. إن شاء الله تتعدل الظروف وحط لهم سايق. إن شاء الله. أنتي كم بنت عندك؟ ثلاثة ما شاء الله. ما شاء الله.
ايش تبون؟ ايش تبي سندويتش؟ اي شيء يطلع بيدك اعطيني. اي شيء اي شيء؟ اي شيء انا ابي حلوم لو سمحت. ان شاء الله. هذه حلوم. ويا حد حدي معانا. العافية. مصيبة صابتها. هذه كل ما تكبر تحلو. ما ايش يسوون بعمرهم؟ هاي امه رايح الشركة؟ ايه على وين بروح؟ ابوك سبقك من زمان، ما شاء الله عليه صاير يقوم من الصبح. مو نفسك تقرق مع المسعدة للصبح، وين تقوم؟ على طار المسعدة يمه، امها عزمتني على عشاء في بيتهم يوم الخميس. شنو؟ عشاء؟ هذيل ما يستحون، ما ينتخون، انا ابي افهم، عازمينك على العشاء وانت للحين ما ملشت على بنتهم؟ صباح الخير يمه. صباح النور. عسى ما تريقتي عني. لا ما تريقت. تعالي سمعي اخوك شو قاعد يقول. بس انا ايش فيك؟ ما فيني شيء. ام ريم عزمتني على العشاء في بيتهم يوم الخميس، وامي مو عاجبها تقولي بعدكم ما ملشتوا. وي؟ عادي ما فيها شيء. نسيت ايش كثر فواز كان يتعشى عندنا ايام الخطوبة؟ فواز ولد عمك طول عمره يتغدى يتعشى يقعد معانا عادي. نعم هذيل عازمين على العشاء وبروحه بعد. هي عرفت الغمندة. انت زعلان عشان ما عزموك عدل؟ انا ازعل عشان ما عزموني؟ اصلا انا لا ابيهم ولا ابي اشوف شوفتهم ولا ابي عزايمهم، حتى اخاف اكل عندهم. امون كميه ماني قادر اتحمل، لا انفجر الحين بويها. اي يمه لا عادي الصراحه، انا اشوف ما فيها شيء، خليه يروح يستانس ويتعشى عندهم ويتعرف عليهم اكثر وياخذ عليهم، صاروا اهل الحين. بعدين بسامو دير بالك تروح ودينك فاضيه تفشلنا. انا اقول خلي الطباخ يسوي لك اكل واخذه معاك، على الاقل تاكل شيء نظيف، انت مو متعود على الاكل الوسخ، وهذول ما يعرفون لا ياكلون ولا يطبخون. يمه خلاص جد ترى زهقت، انت من خطبت لي ريم وهذا صار اسلوبك، خلاص عاد ترى مليت. سمعتي؟ سمعتي شلون يكلمني؟ الله يهداك يمه، حط خلاص خف على الريال. مو كل مره تكلمينه بهالاسلوب. وهذا اللي ناقص، مو ناقصني الا انت بعد تعلميني شلون اتكلم. محشومه يمه ما اقصد. بس سامي يحب ريم والحين هما مخطوبين. احس ما فيها شيء. لازم نتقبل هالشيء في حياتنا ونتقبل وجودها بعد، اذا مو علشانها علشان هو. انا اقول قومي خنت رايك، بلا الهدره الزايده، قومي. يقول له شنو البس لما ينلبسهم على العشاء؟ ما ادري كيفك. ايش رايك البس النفنوف الابيض اللي طلبته اخر مره من النت؟ تذكرينه؟ اذكره، خلي الابيض حق العرس. زين، اخلي امي تطبخ على ذوقها ولا اساله شنو يحب ياكل؟ خلي امي تطبخ على ذوقها، وهي تعرف عليكم ولا على اكلكم؟ نوف ايش فيك الله يهداك؟ ليش احسك وايد كره بسام؟ ليش هاد ايش سوى لك المسكين؟ مسكين؟ منو مسكين؟ ما حد مسكين غيرك. ريم عندي محاضره عن ابنك. اسفه. تدري اني احبك وايد. اليوم مستعسله شوي لاني مو نايمه ابدا. اوعدك بس اخلص محاضرتي نقعد انا وياك نجهز كل شيء، اوكي؟ متزعين. اسفه. اخ يا راسي. اخ يا راسي بينبط منك الورا ما تفهمين. واي انت شنو غبيه ثوله؟ سالفتك؟ احنا مش ما دار عليك يوم، ما اصعى المكنسه ما صعتها مصاع. هوز المكنسه شلون تصعينه؟ سوري ماما. هذا اللي ماخذته منك، هذا اللي ماخذته منك، بس تخربين سوري وسوري وسوري وسوري، كسر المواعين. روحي بطل الباب، روحي ابيك مش تبطلين بيبان. حول ولا قوة الا بالله. اخ يا راسي اخ اخ اخ. السلام عليكم. عليكم السلام. سلامات ما تشوفين شر. شر ما يجي. ايش فيك؟ بتذبحني انا هذه الخدامه، ما تفهم. يا بهلي فصيل ذبحتني ما تفهم، بس جيت طالعني وسوري هذا اللي ماخذته منها. والله. زين ومن اي مكتب جايبتها؟ ويا ريت جايبتها من مكتب. فصيل معاه ناس اوادم عندهم خدامه، قالت لما راح ارجع ورجعت،
توهقوا فيها، ابتلشوا فيها، وانا الحين اللي ابتلشت فيها. عسى ما حول اقامتها. لا للحين للحين ما حولها اخي. راسي يا راسي بينبط. يا عودة ردي هالمكتب ودوري وحده غيرها وافتكي. شلون ارد هالمكتب الله يهداك يا زهره؟ انت بعد تخورينا ما تعرفين ايش فيك. مو قاعد اقول لك فيصل مو جايبها من مكتب. وبعدين يا اختي ما في خدم، ما في خدم. الديره خلاص صار عندنا تقشف، ما في خدم. تريت من مكتب لمكتب ماكو، كلهم قاضين علي. نطر بعد شهرين، نطر بعد بعد شهرين. يا لورا لورا بس مهنتها من يبتها من أنا. روحي بطل الباب روحي. أوكي. يا ربي يا ربي تذبحني تذبحني. واي غبيه 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 غبيه. مدام زهير يا المكتب افتكي منها هسه. منو؟ السلام عليكم. عليكم السلام. شايبك؟ يمه يا اخي ان شاء الله الحين احط لكم الغداء. روحوا بدلوا بس. اي يمه بس عافيه بسرعه لان بموت من اليوع. ان شاء الله يمه ان شاء الله. روحي بدلي وغسي والحين احط لك الغداء. حبيت اقول لك اني اقدر اوصل لك في اي مكان تكونين فيه. أنا ما في شيء يقدر يوخرني عنك. وإذا ما رديتي إلى عقلك ورجعتي البيت أنت وبناتي ما راح تلومين إلا نفسك. اليوم دزيت لك رسالة، بس المرة الجاية أنا بنفس اللي بهيج. وقتها بعرف شلون أكسر راسك اليابس هذا وأتفاهم معك. حسبي الله عليك، حسبي الله ونعم الوكيل. حقير وبتم طول عمرك حقير يا محمد. بتم طول عمرك حقير. حسبي الله عليك، حسبي الله عليك. ما شاء الله كبرتي وتغيرتي. ان شاء الله للاحسن عاد خالتي. اي ما شاء الله تبارك الله، صرت تقطين الطير من السماء. لو عندي ولد كان خطبتك حقه. شلون ما عندك ولد؟ كان ناسبت الجمل والقثيثه. خالتي وداد بسألك، اخواني متى يوصلون؟ على ايه؟ ليش تبين فيهم؟ ايش ذكرت فيهم؟ تبين الصدق خالتي؟ انا من زمان بخاطري اكلمهم. بس انه يعني اليوم خطيت الخطوه وقلت بدال ما انا اكلمهم بالتليفون قلت اجيكم البيت. ايش تبي تكلمينهم فيه؟ ان شاء الله خالتي اذا وصلوا راح تعرفين. زين عيال انا اروح بيتنا. كحد زين قعدي تقدي معانا تروحين لبيتكم؟ اكو احد مجاب لك هناك؟ اليوم رايلك عند مرت الثانيه بعد ايش تبي؟ لا يعني انا اقول تاخذون راحتكم شويه. لا ايش دعوه؟ انت تدرين عنا كل شيء. من يوم ما تزوجت ابراهيم لين باقيته جمله. زين اقعد خلاص يلا. انا بعرف شلون دخل العماره ووصل عند شقتي وحط لي رساله تهديد من غير ما يمر عليك ولا تشوفه ولا تلمحه. يا اخت نادي انا طول الوقت هنا قاعد يم العماره ما شفت احد، شكله غريب دخل جوي. هذا مو بس غريب، هذا عدو. تعرف يعني شنو عدو؟ ليش ما نروح المخفر ونخليهم يكتبون عليه تعهد حتى ما يتعرض لك بعد؟ ما نقدر. ليش ما نقدر؟ لان الرساله طابعها مو بخط ايده، يعني يوصل المخفر يقدر ينكر. ومو بس ينكر، يمكن يتهمني اني قاعده اتبلع عليه ويشتكي علي بعد. والله يا عمي هذا داهيه، هذا مصيبه هذا. انت ما عندك صوره له؟ خلنا نشوف. عندي عندي. تكفى هاك شوف صورته عدل ولا تنسى وجهه، ترى انا وبناتي امانه امانه برقبتك. هذا انا شايفه اليوم جاء العماره جاي يسالني على الاجارات وعندك شقه فاضيه، ما ايش يريد هذا الرجال؟ شنو هو يبي اجر عندنا هني؟ تكفى كل سؤال اساله لك قول لي عنه، لازم اعرف شو اللي قاعد يدور براسه. والله يا اختي انا راح اقول لك السالفه كلها بالتفصيل. معقوله اللي قاعد يصير فيني؟ يعني أنا كل هالسنين ما مال قلب لأي بنت، ويوم مال الواحدة أكبر مني بسنين، ويا ريت هالعمر بس عندها بنات وبناتها أكبر واحدة فيهم مراهقة. أنا لازم أوخر عن نادية، مستحيل أرتبط فيها نهائيا، ما تناسبني. لازم اليوم أعاملها رسمي وابتعد عنها. شال جامعة ويا تصج.
تمام الحمد لله. ان شاء الله يعني تخرجتي ولا بعدك للحين؟ لا ان شاء الله قريب. لا الله يوفقك ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. منال شلونك؟ تمام الحمد لله، شلونك يا اخوي؟ ابوي في شيء؟ لا لا تخاف على ابوك. قطب وسبع ارواح، ما يصير في شيء. ما شاء الله اختكم جايه تسال عنكم تطمن عليكم. قاعدين ما قاعده ارتاحي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. شو تسوين هني؟ سلمان بغيتك بكلمة راس انت واخوي. عن اذنك خالتي. واللي بيكلمه حد مو راضي يستأذن منه قبل لاي ولا يطب عليه فجأة كذي. يمه معذورة ما تعرف السنع، ما حد علمها اياه. بدان فيج. وانا صادج عند ربي ما كذبت. الصدق انه ما في بذرابة منال وسنعها. تعالي بمشي بقعد وياك اكلمك. ما تروح ورا بخوك، روح لا تلعب براسه، روح. ويه ودار ايش فيك الله يهداش، ترى البنت ببيتك ورايلي ببيت امها، امها اللي باقيتها مني. ايش عندك؟ ابوي. ايش في ابوي؟ لمتى بتقاطعونه؟ هو اللي دازك؟ لا لا، ابوي اصلا ما يدري ان انا جايتكم. يعني انت متليك فوق جاي من نفسك، ولا لا يكون امك اللي دازتك؟ امي ما لها شغل بالموضوع. امك ما لها شغل بالموضوع؟ امك اساس المشاكل كلها. لو ما امك كان ابوي ما عدنا وتركنا كل هالسنين. سلمان، مو صحيح الكلام اللي انت قاعد تقوله. ترى أمي خذت أبوي بعد ما طلق أمكم بفترة، يعني أمي لا خذته من أحد ولا باقته من أحد. منال منال، إحنا شنو بدنا نسوي؟ أنا جاية أقول لكم إنه لين متى قاطعين أبوي؟ ترى أبوي ما صار مثل أول، أبوي كبر ومحتاج وقفتكم يمه، وترى أنا بنية ما أقدر عليه بروحي. إحنا ما قاطعنا، هو اللي أهملنا وراح تزوج لوحدة. سلمان، ما أسمح لك تتكلم كذي. لا تبقيني. بس بس يا جماعة بس. مو شايفة شلون تكلمني؟ ما يخالف، مو كذي تنحل الأمور، هدوا يا جماعة. وحسين خليك أنت قاعد معه، ما بقال لي لا يعلموني الأدب. انطر وين رايح؟ إيش فيك؟ سلمان ما تسوى، تعال. أنت وين وين وين؟ قعدي قعدي. فيصل ما سمعت إيش قال؟ زين قعدي، ما لك شغل فيه، ارتاحي. أنت سمعتيه بس ما سمعتيني أنا. أول شيء أنا وايد مستانس إن شاية بيتنا وتبي تردي العلاقة بيننا وبين أبوي. ثاني شيء لا تلومني سلمان، ترى من حرمه بقلبه. أكثر واحد كان متعلق بأبوي سلمان، عشان كذي وايد تأثر يوم طلقها. أنا راح أروح معك حق أبوي. صدق فيصل؟ إي صدق، بس ما أبيش تكلمين خاطرك ولا أبيش تزعلي، وتنسين الكلام اللي قاله سلمان. حاضر، أهم شيء إنك تجي معك. راح أجي معك. هذه خوش برتقالة حبيبتي، إيش رأيك أقشرها لك؟ لا لا، مشتهية العنب أنا اليوم، أكل أنت برتقال، عليك بالعافية. في المول. هلا. بدي اسالك بشتري كيكه من وين عشان بوديها معاي بتريم حق العشاء. زين ليش ما تخلي الطباخ يسوي لك شيء تاخذه معك؟ لا ما له داعي بشيء من البيت، اكيد هم خابين روحهم هناك وطابخين. ابي كيكه كافي. خذ لهم كيك القواطي، ترى زين. كيك قواطي عادي يا سلام. اي بعد شنو؟ قواطي وتاكل قواطي. يمه ترى كذي وايد. شب ولا كلمه. اياني وياك ترفع حسك علي، لا تنسى ان انا امك، ومعناته انك كبرت وصرت ريال خلاص تقدر تعلي صوتك علي. صلوا على النبي يا جماعه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من متى كان هذا اسلوب حوارنا في البيت؟ يبا من يوم ما امي خطبت لريم وهذا صار اسلوبها معاي.
بس انا من الحين اقول لكم اذا ما حشمت امرتي ترى من الحين بدور لي سكن بعيد عنكم. انا مو ماخذ بنت الناس تذلونها وتهدونها، يبقى انا بتزوج عشان اعيش حياتي بهدوء وسعاده، واللي ما يبي مرتي حتى انا ما بيه. سمعتي؟ سمعتي اخوك ايش قاعد يقول؟ هذه ينقال عنها بنت ناس؟ هذه بيهد البيت عشانها؟ هذا ما خذاها وكذي صار مينون. عيل لو ياخذها ايش بيسوي؟ لا أنا متأكد إن أنتي نسيتي الموعد اللي بيني وبينك اليوم. هذه مو أول مرة تصير. ظاهر إني فعلًا آخر اهتماماتك بحياتك. أنا متأكد إنك ناسية وراكضة ورا أمك ولا ضلالة شغل ويا أمك. لأن أصلًا ما في إحساس إن عندك رأي مهتم فيه. عمومًا أنا عداني العيب وسويت اللي علي. أتمنى ما تلوميني إذا صار شيء أنتي ما حبيتي. عالسلامة. بس يبا عصام كل يوم يبي يصير شيء، مره دكتور، مره مهندس، مره طيار، مو عارفه تلا على حسب المزاج. يا حليله الله يحفظه ان شاء الله. ان شاء الله. مشان تستخدميها امسكيها. انا شلون نسيت؟ خيري والصاير. فواز يبا اليوم عازمني على الغداء وداز اللوكيشن المطعم والوقت من الصبح. بس نسيت والله لهيت عنه. شنو يعني؟ عادي. قولي له انك نسيتي. طلعي معاي يوم ثاني. بس يما خاف يزعل علي. خليه يزعل. واذا زعل يعني ايش بيصير؟ بعدين ريلك مو كل شيء يبي تسوي له اياه. ترى باكر يقلب عليك. ايش هالحكي يا سناء؟ نسيتي ان هذا ريلها وابو ولدها. يرضيك اللي طعب المطعم وهي قاعده تتغدى عندنا وما دقت عليه اعتذرت له؟ لا يبا عيب، الاصول اصول. ردي البيت يبا ونطري ريلك واذا رد اعتذري منه. انا اقول قعدي. خلنا نشوف موضوع اخوك. ريلك لاحقه عليه. لرد البيت روحي له. خلاص يا بنتي، دام امك قالت قعدي، قعدي. ابيك شوي تعال. فواز، أقصد أستاذ فواز، خير؟ خير بويهج. أنا اليوم الصبح كلمتك بأسلوب وايد بايخ وترى ما كنت أقصد. الظاهر أنا تخطيت حدودي. أنا اللي تخطيت حدودي بهالأسلوب وحابة أعتذر لك بصراحة. أنت تعتذر؟ بس العين ما تعلى على الحاجب أستاذ. يعني أنت مو زعلانة؟ لا مو زعلانة منك، أنا زعلانة من نفسي. أنت وايد طيبة وانت وايد ذاق. اذا كذي في مطعم قريب توه فاتح، باكر انا عازمك فيه على الغداء، يم الشركه مو بعيد، ماشي؟ ماشي. صافي يا لبن؟ حليبي عشت. الا قولي لي منالش كثر باقي لها على التخرج؟ ان شاء الله باقي لها كورس واحد والتخرج. الله يوفقها ان شاء الله، احنا بغيناها تروح برا، بس هي الله يهديها ما بغت. شو نسوي فيها؟ كيف السلام عليكم. عليكم السلام، هلا يبا، هلا مش تاخرت يبا. يبا كان عندي محاضرات. مو هذا موضوعنا، عندنا ضيف.
ضيف؟ إيه حياه الله. أكدي. حياك. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا فيصل. هلا ولدي، هلا. تحب الكعبة علي. شد ساعة المباركة. ساعتك أبرك يا أبوي. المفروض تجينا من زمان يا ولدي، البيت بيتك. صح كلامك يا أبوي. أوعدك العادة هذه ما راح تنقطع. عسى إن شاء الله. حياك. شلونك خالتي؟ خير الله يسلمك. حياك، تفضل. شلونك يا أبوي؟ الحمد لله بخير، عساك بخير. جميلة يبا. خلي ضيفونا. إن شاء الله. يا الحرة أخي، مصيبة صابتها. شنو مصيبة؟ مصيبة مثل الحية مثل أمها. لا تتراس الولد لوت، مصيبة. شلون قصت عليه وخليته يركض معاه عند أبوه؟ هذا أنت قلتيها، أبوه يا وداد، يعني مو رايح عند أحد غريب، عرفتي؟ بعدين يا أختي ما يصير كذي، وصل الوالدين واجب، القطاعة مو زينة. الوالدين الوالدين صادجة. الوالدين هذا يعني ما يدري عن عياله طول السنين. هالوالدين هذا ما سأل عنهم، ما قال عيالي وينهم، الزايد ايش قاصر، محتاجين شيء، يبون شيء. قضى علي الوالدين. والدين، تذكرين يوم عرس سليمانو؟ تذكرين ولا تبيني اذكرك؟ تذكرين يوم ملجته مايه؟ وينه؟ شنو حجته؟ ليش مايه؟ علشان والله ها، لانكم انتم ما عزمتوا جملوه على الملكه. هذا ابو هذا وداد. انت تذكرين زين شنو قلتي له ذيك الايام؟ ما له داعي ابطل مواضيع مسكره بصراحه يا وداد. انت بعدين منتي هينه، كنتي سبب القطاع بين الابو وعياله. وبعد اشكره واخبره وتدافعين عن ابراهيمه وجملوه وفي بيته وقدام وجهه، يعني بالله انت صايره محامي لهم. روحي حق ابراهيمه وجملوه، روحي دافع. روحي خلمشي بيتي وتبعد تدافع عنهم. خلمشي، والله العظيم لا يحوش نطش شعر منك. يلا مع السلامه.